أكد مصرف الرافدين استمراره باسترجاع أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من مبالغ أو أقساط شهرية متأخرة جراء القروض التي تم استحصالها من المصرف. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له إنه تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها ووفقا للشروط والإجراءات القانونية، مشيرا إلى وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع أسهم باسترجاع أكثر من 16 مليار دينار في عام 2019.